الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وألقاكم مجدداً بحلقة جديدة من برنامجكم منشد الموصل للموسم الثاني. اليوم ضيفي لهذا اليوم صوت تربى عليه كثير من مداحي الموصل، صوت دخل في بيوت أهل الموصل كثيرا ودخل إلى قلوب أهل الموصل. ضيفي لهذا اليوم صوت من مدينة الموصل القديمة، وخاصة وبالتحديد من منطقة الشيخ فتحي رحمة الله تعالى عليه، صوت عاصر كثير من المداحين في القديم والحديث، جزاه الله خيرا. مع ضيفي لهذا اليوم إنه السيد عبد القادر البجاري. أهلا وسهلا بك سيدنا. الله يبارك بيك، جزاك الله خير. الله يبارك بيك، وأنا أشكرك نيابة عن كادر الموصلية وبرنامج منشد الموصل. نعم، لقبولك الدعوة. الله يبارك بيك، أهلا وسهلا بك ولك الكلمة. الله يبارك بيك. نهنئ العالم الإسلامي بقدوم شهر رمضان المبارك على هذه المناسبة الطيبة الجميلة، ونسأل الله عز وجل أن يتم الخير والبركة والسرور على أهل مدينة الموصل، الموصل الحدباء، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، ويحفظنا ويحفظهم إن شاء الله، ويحفظ العراق عامة وجميع المسلمين. ونهنيكم على شهر رمضان المبارك، وجزاكم الله كل خير. الصيام سيدنا. الله يبارك بك، الله يبارك بك. احنا لنا حديث معاك كثير ان شاء نعم الله. نعم نعم، ما شاء الله مدرسه. الله يبارك بك، جزاك الله خير، الله يكرمك. اذا مشاهدينا الكرام، نذهب الى فاصل ونعود مع سيدنا العزيز السيد عبد القادر البجاري ليتحفنا وينورنا بهذه الليله الرمضانيه المباركه. فصلوا على الحبيب سيدنا محمد وانتظرونا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وتكرم على سيدنا، على سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وملاذنا وذخرنا وقائدنا وقدوتنا إلى الله أبا الطيب أبا الزهراء محمد، أقم ببلدتنا الحدباء واستقم، فإنها فقد حوت أسدان ذو العزم والهمم، نالت بطلعته ضاءت بحضرته، فنهض لزورته يا صاحي واغتنمي، مذ حلها قمر الله
لكنه بشر من النبيين وأهل الفضل والكرم. ضجت ملائكة الرحمن حين دعا فقالوا ما ينفع المكروه يا ربنا نسمع الصوت الضعيف ولا ندري ولا ندري مكان نداء المفرد الحلمي. فقال ذا الصوت عبدي يونس فلقد سجنته وسأنجيه من الظلم. أكرم به وبجرجيس النبيينهما نعم الملاذ نعم الملاذ لمن يغشى من اللقم. هل بيكم والله يا ابا هل بيكم يا سادة وحيكم وحيكم وطيب القلوب القلوب يا أحمد. اي والله يا بيطيب القلوب من يسمع وحيكم يا علو انزار ميتكم يا ابو ابراهيم. وحيكم وبيكم ريح مكة والطياب سيادي سيادي يا كنوز العلم. والله يابا يابا سيادي يا كنوز العلم والدين والدين وعليتكم أخذنا العهد أحمد يا محمد. والدين دبل يا زمول الحاج والدين سلامي مخصص للرسول وجمع الصحاب. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك وأتمم على الحبيب محمد. ما تخلق أنت وتنعيم. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد. ما تخلق أنت وتنعيم. آل النبي وصحبه وتابعيه وحزبه يا رب سلم. يا ربي صلي وسلم
وازد وبارك وانعم على الحبيب محمد، ما تخلق انت وتنعم. بدر البدور منور، وجهه صبيح مدور، قد بان ضوء وأسفار بعصر جال ومظلم. يا رب صلي وسلم وزد وبارك وأنعم على الحبيب محمد، ما تخلق أنت وتنعم. أتيت بهواكم يا جدي ومنكم حظي وسعدي، فطال شوقي ووجدي بوصف قلبي متيم. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك واتمم على الحبيب محمد، ما تخلق أنت يا طه مالي سواكم. قلبي تعنى أتاكم وجسمي باق يتمتم. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد، ما تخلق أنت وتنعم. جئت إلينا بشيرا كذا سراجا منيرا، ومن عذاب مجيرا، وغدا تشفع لمسلم. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك واتمم على الحبيب محمد، ما تخلق أنت وتنعم. آه علي تكدر يا طه، وشذ فكري وتاه، وروحي تطلب مناها بقربك جدي تهمهم. يا ربي صلي وسلم وزد وبارك واتمم على الحبيب محمد، ما تخلق أنت وتنعم. خفي دائي وأمري بذات شوقي وحسري، فبعت سري بجاري، غدوت بحبك أكلم. يا ربي صلي
ورجعنا معاكم مشاهدينا الكرام من عبق الموصل القديمة بتراثها وصوتها العذب المتمثل بضيفي لهذا اليوم السيد عبد القادر البجاري. نعم. اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. جزاك الله كل خير. لا جزاك الله احنا كل خير. احنا خدام لمدينتنا مدينة الموصل الحدباء الذي بلد الأنبياء والأولياء والصالحين والمشايخ الكرام وأهلها الطيبين. والله سيد أنا من أشوفكم. نعم الله يبارك بيك. الله يبارك بيك. الله يبارك بيك. قدم إلى الأمام بمدح المصطفى. الله يبارك بيك. أريد بطاقة تعريفية لسيد عبد القادر. والله المشاهدين يعرفون أكثر وأكثر بآيات المدح. نعم. منذ القدم وإلى الآن. نعم نحمد الله ونشكره من السبعينات. وخدمنا العسكرية مكلفية وأني أتابع المداحين القدماء من عمي ملا صالح أبو شيخ مدثر وملا هادي أبو حاتم مداح الموصل وملا عزيز ملا أحمد الصوفي هذولا يعني من تراث الموصل الحدباء. فتعلقت بالمديح من السبعينات يعني من فضل الله. وتعرف احنا الراجعة التكايا التكي الرئيسية مالتنا هي كانت في الموصل في المنطقة القديمة بالزنجيلي السيد أحمد السيد صبري النعيمي. وكان من ضمنهم من المداحة الذي مشهورين أبو جاسم الأعظمي الشكرتشي يسمونه جاسم أبو جاسم الشكرتشي محمد الشيخ وأبو ياسر الذي كان بالقاعدة الجوية. هذولا طبعا استادينا وتعلمنا المديح من ضمن الأيام الذي نروح بها للذكر ونتردد من فضل الله. ومشينا في هذا المنهج الطيب في ذكر الله وحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله على هاي النعمة الفضيلة الذي مثل ما يقول احنا صرنا مداحة والناس مثل ما يقول تحبنا على محبة الله والرسول. الله 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 يبارك بك. صلى الله عليه نعم وسلم. نعم. مدى تعلق سيد عبد القادر الشيخ فتحي؟ نعم. منارة الحدباء؟ نعم نعم. أنا كان بيتي جوا منارة الحدباء عند حضرة الإمام علي الأصغر. اللهم ارضى عنهم سلام الله على آل البيت. وخدمتي كانت في جامع الشيخ فتحي وفي مرقد الشيخ فتحي مع الشيخ محمد غانم الصفار الله يرحمه هو وأخوه وعائلته. فنسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وعليكم هذا التراث الذي احنا عشناه في مدينة الموصل. وكنا نلتقي يعني مشايخنا أحمد أفندي الحبار محمد خضر أفندي الرحالي هذول كلهم أستادينا ومدرسينا وعلمونا على الآداب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. فهذه أخلاقنا نتخلق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته. فقال عليه الصلاة والسلام سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالحمد لله احنا ماشيين على هذا المنهج وهذه مسيرتنا وان شاء الله نظل نكمل الى حد ما الله عز وجل ياخذ امانته. يا رب. الله يبارك فيك. عشرك الله مع الحبيب المصطفى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يرحم والديك. الله تعالى يعني سلام. جزاك الله كل خير. الله يكرمك. احنا يعني اليوم راح نكلفك. لا. راح نطلب منك بعد لان مشاهدينا اكيد راح يريدون يستمعون. نعم. لكن ان شاء الله بعد الفاصل مشاهدينا الكرام راح نسمع سيدنا العزيز عبد القادر البجاري ليتحفنا اكثر واكثر في هذه الليله الرمضانيه المباركه. فانتظرونا وابقوا معنا. يا حضرة المبعوث ما أحلاك. يا حضرة المبعوث ما أحلاك جل الذي من نوري سواك. كمال الكون أنت يا رسول الله وزينته.
كمال الكون أنت يا طبيبي وزينته ومجمل الحمد محمول بيمناك ومجمل الحمد محمول بيمناك أنت الذي قال الإله بحقه ورحمة للعالمين أرسلناك زاد الشجون يا رسول الله زاد الشجون بلا نار تحرقني جمر النوايا والجواهيم للقياك يا طبيبي أرسلت روحي مع الزوار أرسلت روحي مع العشاق زائرة تبلغ الشوق عني في محياك يا صاحي خذ مني السلام معطرا بلغه عني إن وصلت هناك صلى عليك الله يا مولى الورى صلى عليك الله يا علم الهدى ما هام مشتاق بحر لواك يا طبيبي هدايا هدايا أبو القاسم شرع منهاج والله أبو القاسم شرع منهج هداية هداية النبوة إلى من الباري يا سيدي هداية هداية اعتصامي بالنبي الهادي والله يا أبو اعتصامي بالنبي الهادي هدايا اهتديت بنور ابو الزهرة يا بيابا اهتديت بنور ابو الزهرة الزكية اي والله يا بقبب والمناير والله يا بقبب والمناير ذهب وجان وجان أوريج ومبري الملدوغ أحمد أحمد يا محمد لجان الأنوارك يا رسول الله أنوارك يا حبيب الله وجان وجان ولن عمود لعنان السماء
هاي المنظر قالوا محمد قالوا محمد فقلت به المنظر قالوا يا راسي يا الله قالوا يا راسي فقلت التاج في السر قالوا محمد قالوا محمد فقلت فهي المنظر قالوا يا راسي قالوا يا راسي فقلت التاج في السر قالوا الشمس أثر قالوا محمد قالوا محمد فقلت فهي المنظر قالوا عيوني قالوا عيوني فقلت من الإله أحوار قالوا والزهر قالوا محمد قالوا محمد فقلت به المنظر قالوا سنوني قالوا سنوني فقلت لؤلؤ مسطر قالوا محمد قالوا محمد فقلت فهي المنظر قالوا لسانا يا الله قالوا لسانا فقلت ما نطق منكر قالوا محمد قالوا محمد فقلت فهي المنظر يذكر قالوا محمد قالوا محمد فقلت به المنظر قالوا شمال يا الله قالوا شمال فقلت ما أها فجر قالوا فقلت للعلم يذكر قالوا محمد قالوا محمد فقلت به المنظر ورجعنا معاكم مشاهدينا الكرام مع منشد الموصل ومداح الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم مع مداحنا العزيز السيد عبد القادر البجاري أبو عبد الحق اليوم ما شاء الله أمتعتنا والله يا سيد الحمد لله الله يبارك فيك هذه شهادة أقولها أمام الجميع الله يكرمك الله يكرمك قصيدة سيد عبد القادر دائما يرددها وأعجب بها والله القصيدة هذه حتى الناس يسمعوها القصيدة هذه الناس يعني كلش تحبها لأن بها معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فأني أحب يعني على طول أرددها لأن مطلوبة على طول مطلوبة مني وين من أروح بأي محفل
أي ذكر يقولوا لي الغزالة لا تنساها. فهي الغزالة إن شاء الله اليوم حصتكم يا الله. وحصة رمضان هي الغزالة يا الله. الله يبارك فيكم. عدل العاذلون فيك ولاموا كل لوم على المحب حرام. يا جميلا يا جميلا حوى الجمال جمعا وجميل جماله لا لا يسام. والله يابا من وادي العقيق النور بيان سطع الحاج قبل الفجر محمد والله يا بسطع الحاج قبل الفجر بيان أبو إبراهيم لأهل الشرك بيان ورد الشميس من بعد الغيام. والله يا بحلو اسم النبي وحلو معاني والله حلو اسم النبي وحلوة معاني شل الكلام عن وصفه والله يا بي شل الكلام عن وصفه ومعاني يطاغى انت لبي جوفي وما يعيني وتشفع لامتك يوم الاحزان. صلوا على محمد أزارته الغزالة والجمل يشكل طه عن حمله ما شال. صلوا على محمد أزارته الغزالة صلوا على محمد أزارته الغزالة والجمل يشكل طه عن حمله جاء الجمل من جوا من زود حمل بزورة جاء الجمل من جوا من زود حمل بزورة وما الخشب مأسورة ودموعها سيالة. صلوا على محمد الزارة الغزالة صلوا على الغزالة تشكي نحو الرسول وتبكي دخيلك لا يا مكي يا صاحب الرسالة. صلوا على محمد الزارة الغزالة صلوا على محمد الزارة الغزالة والجبل
زال بهالبر حر اليهود يتحير لما الشارك وحباله. صلوا على محمد الزهرة الغزالة، صلوا على محمد الزهرة الغزالة، والجبل يشكي الطارة على حمله وما شاله. سيد الرسالة صلوا على محمد الزهرة الغزالة، صلوا على محمد الزهرة الغزالة، والجبل يشكي الطارة عن حمله ما شاله. قال اليهودي ما يصير هذا كلامك تحقير، صيدي وصيد بتحضير ما فلتهم نحبالا. صلوا على محمد الزهرة الغزالة، صلوا على محمد الزهرة الغزالة، والجبل يشكي الطارة عن حمله ما شالا. قال النبي شهمك هذا نجالس يمك، قال النبي شهمك هذاني جالس يمك، يهودي وخايف ظنك، كافر وخايف ظنك، يا داخل بالله لا لا. صلوا على محمد الزهرة الغزالة، صلوا على محمد الزهرة الغزالة، والجبل يشكي الطارة عن حمله ما شاله. وراحت تبكي المسكينة من شدتها حزينة، راحت تبكي المسكينة من شدتها حزينة، ظل النبي رهينة يم اليهود قبالة. صلوا على محمد الزهرة الغزالة، صلوا على محمد الزهرة الغزالة، والجبل يشكي الطارة عن حمله ما شاله. ورجعنا معاكم مشاهدينا الكرام ومنشد الموصل لموسمه الثاني مع سيدنا عبد القادر البجاري. نعم. اريد يعني اريد منك نعم حكم خبرتك بالمدح نعم النبوي نعم والانشاد الاسلامي، حال نعم المدح سابقا وانت عاصرت المداح القدامى. نعم نعم. وحال المدح الان والله خاصه بعد احداث هذه الموسم. نعم نعم نعم. يعني اقتراحك شو يحتاج والله حتى يستمر بهذا المجال بالنسبه للمداحه والمنشدين في حب الله والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، يراد لهم دعم إيش معنوي ومادي من الجهات المعنية في حب الرسول صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن إحنا نحتاج أن يدعمونا في مادة، يسوون مكان للإنشاد بحيث أنه لما يصير فرد زيارة أو نروح المكان حتى يقولون يا بذول المنشدين مال مدينة الموصل مدينة الحدباء الذي هي المدينة العريقة في مداحيها القدامى. فإحنا نطلب ونناشد الوقف السني من الديوان السني أن يدعمون المنشدين والمداحة الذي موجودين في الموصل. المداحين القدامى الله يبارك بيهم تقريبا منهم من توفاه الله توفاه الأجل وانتقل، فنحن نقول بركتنا بالجايين هسع الجدد، يجب أن يدعموهم، يعني يجب أن يدعمونهم ويسووا لهم مكانة في إيش مكانة مرموقة تليق بمقام المداح، يعني بحيث أنه المداح من يروح المكان يعني يجب له
مكانته احترامه، لأن هذا مداح الرسول صلى الله عليه وسلم، يمدح بحب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فليمدح بحب النبي وآل بيته يجب أن يقيم، أن يقدر، أن يكرم. لاحظ أنه تكريم المداحة قليل، قليل يعني بالنسبة للمؤسسات الدينية، ما موجود هذا أبد، ما موجود ولا مسوي لهم أي زمنه صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. المداح نعم، حسان بن ثابت، حسان وكعب بن زهير، نعم بردته، نعم نعم نعم. جزاك الله خير، الله يبارك بك. وأيضا شبابنا المنشدين حتى لا يروحون بغير طريق، نعم يظلون معانا ومع نعم. إنشاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا الإنشاد اللي فيه أكثر من مجال نعم. لتوعية الناس وفيه مواضيع هادفة نعم نعم تتغنى بالحضرة الإلهية وبحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي مواضيع تخدم المجتمع نعم. من رضا الوالدين نعم. حتى الابتسامة نعم. صدقة نعم. كل هالمواضيع تشمل. الله يبارك يعني بيك. أنا ما بدي أختم معاك في الله يبارك سيدنا بيك. العزيز، الله يبارك بيك، لكن وقتنا بارك بيك شارف على الانتهاء، وأشكرك جزيل الشكر وجماعة الاستوديو ما قصروا ما شاء الله، الله يبارك بيهم على هذا التكريم الطيب واللقاء الطيب معاكم، ونحن دوم نتشرف بهالوجوه الطيبة هذه، لكون أنه مداح الرسول يجب أن يكون له مكانة إن شاء الله. سلام، جزاك الله خير. إذن مشاهدينا الكرام، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفي الكريم السيد عبد القادر البجاري، والقائمين على إنجاح هذا البرنامج منشد الموصل لموسمه الثاني، كما أشكر قواتنا الأمنية البطلة على تأمينهم المكان، وأيضاً كادرنا الجميل ومهندس صوتنا العزيز الأخ العزيز رعد الراوي. أيضاً فاتني أن أشكر مديرية البلدية وكذلك الكهرباء، ما شاء الله اليوم منورينا بأنوار الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. أشكر كل القائمين على إنجاح هذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. دمتم برعاية الله وحفظه. كان معكم الدكتور ياسين الفيصل سيدنا العزيز. نختم معاك، الله يبارك بيك، هاي يعني عادة البرنامج. نعم. فش راح تسمعنا؟ والله إن شاء الله نسمعكم شيء طيب يليق في مقام حضرة النبي وآل بيته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وإياكم إن شاء الله. شبيهك بدر الليل يا رسول الله، بل أنت أنور. شبيهك بدر الليل يا طبيبي يا رسول الله، بل أنت أنور ووجهك من ماء الملاحة يقطر. فيا زينة الدنيا يا رسول الله، ويا غاية المنى، فمن ذا الذي عن حسن وجهك يصبر؟ أحمد فثلثك يا قوت وربعك عنبر، وخمسك جواهر وباقيك عبهر. فما ولدت حواء من صلب آدم، ولا في جنان الخلد مثلك آخر. فأوله شمس وثانيه كوكب، وثالثه بدر منير منور. علوم نجوم القلب والعقل شيمه، ومعرفة الرحمن بدر منور.
صوروا والله يا بشبه مصباح نور النبي وصفاه ونور فاق نور البدر وصفاه إلا محمد أبو القاسم والله يا أبو محمد خص الرحمن وصبا أو سجد لله في سابع سماء محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان بسم الإله الرحيم نصلي ونسلم تسليم مدح النبي قلبهم مدح النبي قلبهم هو حبيب الرحمن محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخله يوم الحشر والميزان هو الرحمة ومرسولي بأحمد أرجو الوصولي هو الرحمة ومرسولي بأحمد أرجو الوصولي لو وصفتو شاقولي على الأرض يمشي قرآن محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان ونوره من نور الباري جدي كنز الأسرار نوره من نور الباري جدي كنز الأسرار المدد منه ساري لليتدبر بالقرآن محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان أبو الزهراء داخله يوم الحشر والميزان وعلى الأرض ماله وظلال حبه يحيي للدلال على الأرض ماله وظلال رب خصوب الكمال مبعوث بصورة إنسان محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان طينا عهد ونواصل نمدحكم من الموصل طينا عهد ونواصل نمدحكم من الموصل أمنيتها لا توصل لحضرتنا بين العدنان محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان أختم مديحي وأهدي لحضرة محمد جدي أختم مديحي وأهدي لحضرة محمد جدي يا ساكنين بوجدي يا ساكنين بقلبي الصوفي بكم والهان محمد باب الرحمن محمد سيد الأكوان يا أبو الزهراء داخلك يوم الحشر والميزان